الله، ايه السلسلة الجميلة دي؟ انا عايزة واحدة زيك. جايبها منين؟ عجبك شكلها؟ شكلها بيلمع كأنها ألماس حقيقي. ما هي ألماس حقيقي يا هبي، منها جرى فتحتي امبارح. اخت عليكي كده برضو، ما تقوليليش هي دي برضو الصحوبية؟ معلش كانت حاجة عتضيق، ان شاء الله ملحوقة في الفرح. يبقى لازم اروح اوزع نشرة الاخبار واوزع النميمة. نور خطيبك وصل. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت مش قلت اني مسافر النهارده؟ جاي لك في زيارة مفاجأة، تقدري تعتبريها زيارة عمل، ولو ما فاضياش اروح لحد تاني. لا فاضي. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في اسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابني؟ مالك يا منه؟ وايه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعه اصحابي على مزرعه وحت ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها ثمن ادوات زراعيه ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعه مواشي وعزبه 200 فدان؟ وعندي شركة كمان، وكل حاجه هتعرفيها في وقتها، بس اي حاجه هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش اي مخلوق يعرفها حتى لو كان ابوك وامك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولي كده؟ لان الاسرار الكتير معناها ان في حاجه مش مظبوط ولازم تتدارى. مناه لو في حاجه غلط قول لي عليها وانا اعفيك من اي وعود. هو كون امتلك مزرعه وحته ارض يبقى في حاجه غلط؟ اقول لك يا نورهان، خلي العلاقه بينا تبقى علاقه عميل بموظفه احسن، ويا ريت تخلص عشان ما تعطل. انت زعلان كده ليه؟ لان اللي هتشك في عريسها في الاول عمرها ما تقدر تعمر له بيت. فهمت ليه يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي او الشيك عندك. وانا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس ما دام جايه على اسمي يبقى اخدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمه؟ انا خدت الخلاجات الجديده معايا، بس مش عارفه اذا كان هينفع البس هناك ولا لا. وايه اللي يقل نفعهم؟ ما هدوم زينه وحشمه. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجه. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجه يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جرتها، خلتني اخاف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك ايه يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من غريبه. لا بنت عمي ولا اي واحده من نجع من اساسه، هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشه تخنق. واه عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحدانيه طول عمرك؟ الظاهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه اعرفك، صاحبه نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول. جاي على طول. في ايه؟ رايح فين ده؟ نورهان في ايه؟ وايه اللي حصل لها؟ انا اللي بسالك، قلت لها ايه خليتها تنهار بالشكل ده؟ بعد ما مشيت ساهمت وكانها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. اكيد قلت لها حاجه، قولي ايه اللي حصل. طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. مجنون ده ولا ايه؟ نورهان. ايوه يا استاذ. سامحيني معلش. صعيدي. كنت جالس تجاوب معايا.
مع انك نصك صعيديه، بس ايه الحنيه دي كلها؟ اوعدك اي حاجه تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجه. مش عايزك تبكي، قول ما انا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ اظن كده بقيتي كويسه وتقدري تروحي، ولا تحب احجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجز وياها. هتفوتي عليا انت، انا عارف. انا كمان بحب اتجوز. عايز بتقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه؟ ده كمبيوتر بتاعي عليه شغلي كله. واه، شغلك في الشنطه دي؟ ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنا ونعدي على شركه الالات الزراعيه نطمن راحوا الارض الجديده ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عايز. اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، اللي نزلك ملهوف دي؟ مشكله حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس ما تطلع؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي، ها، تسلي بيها في الطريق، وانا اشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. لو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعة دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شوية مشاكل في الشغل عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح الدكة اللي ورا دي. هتروح فين؟ استني. ايه؟ هتلاقيها مصطبة ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا هركن على جنب وانت انزلي اركبي من الباب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ تربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن. البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، ده دليل عنها ما كانتش تعرفه، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرى لها؟ متلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده. بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد. ده أول حب بيشغل كيان البنت دايماً. في يومين يا عليا؟ يوه، شافت فيه مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان. انت مش كنت اكتر واحده معترضه عليه دلوقتي بتدافع عنه؟ يوه يا توفيق، انا بدافع عن بنتي، مش عايز اكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعاده الا معاه. يبقى مفيش قدامنا حيله غير ان احنا نتجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعاده. غلبتيني يا عليا، الظاهر ان كنت متهور شويه وقاسي على البت. لولا ان انا عارفاك كنت قلت انك غيران عليها، بس انت اعلم كده يا توفيق. خليها بقى تشوف مستقبلها.